تتواصل الجولات بلدية الكويت وفق اللوائح والقوانين لتأكد من تراخيص المحلات وإعلانات المواجهات أو الواجهات في مجمعات التجارية وتحرير مخالفة حالة رصد المحل دون ترخيص. تفاصيل أخرى في سياق التقرير التالي. وتستمر جولات بلدية الكويت في المجمعات التجارية والتأكد من التراخيص وتجديدها وتراخيص الإعلانات على واجهات المحل. بعد رصد ومتابعة لعدة محلات تزاول نشاطها التجاري قبل الحصول على ترخيص، تم مخالفة عدة محلات وتم التشيك على رخص الإعلان في إذا كانت موجودة أو لا. وطبعا فريق الطوارئ متابع المحلات التجارية والأنشطة التجارية أول بأول للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين. الجولات لعدم التهاون في تطبيق قوانين بلدية الكويت وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على جميع المحلات التجارية وضرورة الالتزام بتواجد التراخيص. حصلت الأسبوع 21 محضر ل 21 نشاط تجاري لم يلتزم بقرارات وقوانين بلدية الكويت. في ناس مو مجددة وفي ناس ما عندها تراخيص، وتم طلب غلق إداري بالمحلات هذه وجاري غلقهم إن شاء الله. في حالة عدم وجود ترخيص للمحل التجاري تقوم بلدية الكويت بإغلاقه فورا دون تهاون أو تأجيل لتضرب بيد من حديد تجاه أي تهاون. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.